السلام عليكم أعزائي الطلبة. محاضرتنا اليوم هي حلول لبعض الأمثلة التطبيقية للمحاضرة رقم 9 و10. هذه المحاضرة يمكن الاستفادة منها بشكل كبير جدا، حيث يتم تطبيق جميع الأفكار التي عرضت في المحاضرتين السابقتين، وأيضا هنالك ملاحظات كثيرة يمكن حل جميع الأفكار التي تأتي مستقبلا للكثير من المسائل التي يمكن أن تلاقيها أو يمكن أن تتعرض لها الكثير من المواضيع لهذه المادة. الإكزامبل الأول اللي راح ناخذه هو كما معروض لكم سليوت A is being diffused from a gas mixture of A and B in a wetted wall column with a liquid flowing as a film downward along the wall. هنا عندنا محلول يتكون من مادتين، المادة الأولى هي المادة A والمادة الثانية هي المادة B. هذه المحلول هو عبارة عن خليط من الغازات، يتكون من غازين. هذا الخليط يكون في تماس مباشر ويا من؟ ويا سطح داخلي رطب لعمود. هذا السطح الداخلي الرطب يحتوي على سائل يجري من الأعلى إلى الأسفل. At a certain point in the column, the gas bulk contain A of YA equal to 0.38 mole fraction. عند نقطة معينة في داخل هذا العمود يحتوي على تركيز الغاز بقيمة 0.38. تركيز الغاز اللي هو اللي ينتشر عادة هو المادة أي اللي هي دا تنتشر. المادة أي هي يكون بالطور الغازي، وين دا تنتشر؟ دا تنتشر بالسائل. هاي المادة أي تركيز هذا الغاز بالطور الغازي هو تركيزه 0.38. نكمل. وتركيز هذا الغاز بالطور السائل بعد أن ينتشر ويدخل في داخل السائل تركيزه 0.1 كمول فراكشن. إذا مطينا هنا تركيز الغاز بالطور الغازي 0.38، ومطينا تركيز الغاز في داخل السائل بعد أن انتشر 0.1. هذا الـ 0.1 اللي مطينا إياه هنا هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن تركيز الغاز في داخل السائل وهو في الحالة النهائية. السيستم اللي يشتغل عندنا كظروف مطينا كضغط 1 أتموسفير ودرجة حرارة هي 25 سنتيغريد. هنا قايل لنا the equilibrium data. هنا قايل the equilibrium data. هاي الإكوليبريم ديتا المطينا إياها هنا اللي هي X و Y، هنا مطينيها إكوليبريم ديتا يمكن الاستفادة منها في إيجاد الكثير من الأمور المعينة سوف نتطرق إليها لاحقا. دائما يعطيكم إياها X و Y على شكل جدول. في بعض الأحيان وفي بعض المسائل ما يعطينا إياها على شكل جدول، يعطينا إياها على شكل معادلة. هاي الديتا اللي مطينا اياها الان في هذا السؤال تدعى بالإكوليبريم ديتا. هاي إكوليبريم ديتا في حالة إذا طعنا اياها على شكل معادلة تربط بين الواي والإكس يدعى بالإكوليبريم إكويشن. هاي أول ملاحظة. نكمل السؤال. The solute A، هنا المحلول A اللي هو في الطور الغازي يقول لك دا ينتشر. وين دا ينتشر؟ الطبقة اللي هو موجود ضمن الغاز بالمادة B، وبعد ذلك راح ينتشر وين؟ راح ينتشر بالليكويد. وش بيه الليكويد؟ non-diffusing. إذا معناتها هنا الحالة اللي موجودة هنا الحالة الثانية اللي هي في حالة انتشار المادة A ما ينتشر بالمادة الثانية اللي هي هنا عندنا الليكويد، لأنه لو كان الليكويد أيضا ينتشر بالغاز باتجاه معاكس صار عندنا الحالة الأولى. أوكي طلاب، مطينا هنا إكوي مولر ليقول
transfer for both gas and liquid. ky dash, kx dash. هنا معطينا الثوابت الكي للغاز وللسائل. الغاز هي الواي والسائل هو الاكس. بس هنا وين معطينا اياها؟ معطينا اياها بها تحتوي على داش. عن الحالة اللي عندي هنا بالسؤال اللي افتهمتها بأنه الغاز دي ينتشر بالسائل بس السائل ما دي ينتشر بالغاز، إذا الحالة الثانية. بس لاحظنا هنا مطينا الثوابت الموجود، ثوابت المعادلة اللي هي كي واي داش وكي اكس داش، مطينها مو مال الحالة الثانية، مطينها مال الحالة الأولى. وبالتالي أخلي بنظر الاعتبار مستقبلا من أحتاج بالحل أحتاج الثوابت الكي، هنا المفروض ما اطبق هاي الثوابت، لانه الثوابت المفروض حسب حالة السؤال هي كي واي لازم وكي اكس وليس كي واي داش وكي اكس داش اللي معطينا اياها. اذا لازم نحول، هاي ثاني ملاحظة احنا ناخذها بنظر الاعتبار. المطلوب من السؤال calculate the interfacial composition اللي هنا يطلع، ومطلوب عندنا الفلكس ان اي. Interfacial composition هنا يقصد بها شنو؟ يقصد بها ال Y A I، ويقصد بها شنو عندنا؟ ال X A I. اللي من أقول هنا Interfacial composition معناتها يطلب من عندنا التراكيز الموجودة للغاز المنتشر على سطح الانترفيس في حالة التطور الغازي، وفي حالة هذا التطور الغازي، وفي حالة التطور السائل. إذا معناتها الانترفيشال كومبوزيشن هي التراكيز الغاز المنتشر بالطورين اللي راح نحل هنا. راح نبدأ نحل بما أنه دا يريد الانترفيشال كومبوزيشن التراكيز. دائما طلاب الانترفيشال كومبوزيشن، هاي الملاحظة لازم تعرفوها، الانترفيشال كومبوزيشن اللي اقصد بيها اللي هي او الكونستريشن اوف اي ات انترفيس، هاي الملاحظه ايضا مهمه، معناتها يقصد بيها بانه التراكيز الموجوده على سطح الانترفيس في الطور الغازي والسائل اللي هي اكس اي اي واي اي اي. شلون اوجدها؟ دائما هاي التراكيز على سطح السائل او سطح الفاصل بين السائل والغاز دائما نوجدها باستخدام الرسم، دائما نوجدها باستخدام الرسم. الرسم عادة يحتاج إلى شغلتين، يحتاج إلى نقطة حسب الشرح اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة، نقطة اللي هي الـ P، ويحتاج إلى ميل. نجي على أول شيء اللي هو الميل. الميل عادة حسب الحالة، في حالة إذا كان عندنا الغاز ينتشر بالسائل والسائل ينتشر بالغاز، فهذا هو الميل الموجود عندكم. هذا الميل يستخدم فقط في حالة إذا الحالة الأولى الغاز ينتشر بالسائل والسائل ينتشر بالغاز، اللي هو عادة الميل شي يساوي هنا ماينس كي اكس داش على كي واي داش، هذا هو اللي هو واي اي، نبغى نسميه واي اي بي ناقصا واي اي اي على XAB أو XA ناقصا XAI. اللي دا يقصد به هو بالإنترفيس اللي دا يريده هاي، بس احنا هسه ما نقدر نوجده من هذا القانون مباشرة. راح نستخدم، ايش راح نستخدم؟ راح استخدم الميل اللي هو هذا، لازم اني عندي هذا الميل اوجده. بما هذا القانون مثل ما قلنا مع الحالة الأولى، بس أنا السؤال اللي عندي هي الحالة الثانية، فما أقدر أستخدم هذا الميل. الميل اللي أستخدمه بحالتي أنا هذا السؤال اللي هو هذا الميل اللي هو نفسه، بس أقسم الثوابت بالنسبة للسائل الكي اكس داش أقسم على اكس اي اي لوغ المين، وبالنسبة للغاز الكي واي داش أقسم على واي اي اي لوغ المين. هذا هو الحالة الثانية اللي هو أنا حالتي اللي راح أستخدمها. دائما طلاب خلوها ببالكم، سواء كان حالة أولى أو حالة ثانية، دائما أستخدم الثوابت KX داش وKY داش. ملاحظة مهمة طلاب، دائما بأي حالة من الحالات لازم هي KX داش على KY داش،
مو كي اكس على كي واي مثل هسه الحاله، لازم احنا الميل مالتنا هو داش بس. الحاله الاولى هذا الميل مالتي، الحاله الثانيه هذا الميل مالتي. المشكله وين؟ هسه من اريد احل ما اقدر اوجد قيمة الميل الآن مباشرة بالحالة الثانية، هاي دائما، هاي دائما ما أقدر أوجد. إذا كان السؤال مالتي الحالة الثانية ما أقدر أوجده مباشرة، ليش؟ لأن أنا أريد بالسؤال شنو؟ قلنا XAI YAI، هاي أريد أوجدها، هاي دائما أنا أريد أوجدها لأنه مجهول عندي. وبالتالي من اريد استخدم هذا القانون ما اقدر اوجد ال XAA log المين، II log المين، وال YAI log المين، لانه بداخل اذني الاثنين يحتوين على XAI و YAI. داخل اللوج المين يحتوي على XAI و YAI اللي انا اريدهن، وبالتالي صار عندي هنا مجهول وهنا مجهول، ما عندي اوجده لان اصلا انا داري اوجدهن بالطريقه اللي راح اشرحها هسه. وبالتالي ايش راح اسوي؟ راح ابدي افرض، ابدي افرض. شنو الفرضيه مالتي؟ الفرضيه مالتي بانه افرض ال XAI log المين وال YAI log المين يساوي قيمتها واحد مثل هاي النقطه هي. شوي راح اخليه باللون فاتح على مود يكون اوضح لكم. راح ابدي افرض ال YAI log المين وال XAI log المين قيمتها واحد، من افرضهن اذني واحد ايش راح يصير القانون؟ راح يتحول نفس القانون بالحاله الاولى. طبعا انا ليش تعمدت اشرح كحاله ثانيه؟ لان هذا الشرح لو كان عند الحاله الاولى كان اسهل، راسا مطيني ال KX داش وال KY داش قيم عددية، أطلع الاسلوب وأكمل شغلي. الحالة الثانية لا، XAI log المين YAI log المين ما أقدر أوجدها لأنه أصلا تحتوي بقانونها تحتوي على XAI YAI اللي هي الانترفيشال كومبوزيشن اللي هو أنا اللي داريد أوجده، وبالتالي هذا القانون ما أقدر أوجد قيمته كله مع الاسلوب. فش أسوي؟ أبدي أفرض ال XAI log المين وال YAI log المين قيمتها واحد، فش يبقى لي بالقانون؟ يبقى لي ماينس KX داش على KY داش. قانون السلوب KX داش KY داش مطيني اياه بالسؤال، راح اوجد قيمة السلوب مثل ما هو موجود هنا النقطة رقم 4. وجدت السلوب، هذا السلوب ماينس 1.3426 1.3426. هذا الاسلوب اللي موجود هنا عندنا راح يمكن ان نستفاد من عنده لايجاد الزاويه. الزاويه اني من راح اوجدها هنا ايش راح اسوي بيها؟ راح استفاد من عندها وين؟ استفاد من عندها بالرسم. من استفاد من عندها بالرسم وعندي نقطه راح اوجد الكومبوزيشن. شلون استفاد من عندها بالرسم؟ هسه راح نشوف الرسم شلون نستفاد من عنده. عندنا هذا هو الديت، ترسمون انتو مربع مربع، هذا المربع حدوده عادة هو من واحد إلى واحد، من واحد إلى واحد، بس حسب الديتا المطيني اياها بالسؤال انا الاحظ الاكس والواي المطيني اياه، الاكس اي الجدول المطيني اياه بالسؤال، الاكس اي ينتهي بوينت 3.5 والواي اي ينتهي بوينت 3.8، وبالتالي اني راح ابدي قيم الاكس اي من بوينت 5 والواي اي من صفر الى بوينت 5 والواي اي من صفر الى بوينت 5، يطلع على شكل مربع لان اضلع متساوي، بس هنا لانه شويه تعرفون الورقه مستطيله فقد على قد الورقه. هاي الاحداثيات مالتنا. نبدي ننزل النقاط المطينيها انا بالسؤال. ايش مطيني نقاط؟ اول بادي بانه مطيني بانه
ال XA وال YA هي شنية؟ صفر. هاي أول شيء. وراها إيش قايل؟ قيمة ال XA 0.05 هاي هنا وال YA 0.02 تقريبا حيكون هنا، يعني طبعا ما أقدر أسيطر على الأرقام. ال XA مطينيها 0.1 ال YA 0.05 اللي هو تقريبا هنا، ال XA 0.15 هذا، ال YA 0.087 ال XA 0.2 ال YA 0.13 هاي 0.2 0.13 تقريبا هنا، ال XA 0.25 ال YA 0.18 تقريبا هنا، ال XA 0.3 ال YA 0.26 ال XA 0.35 ال YA 0.38 يعني تقريبا هذا. هذا هو الكيرف. تقدرون هسه طلاب نوصل الكيرف. هذا هو الكيرف. هذا يدعى الكيرف اكوليبريم. كيرف. هذا بالاكوليبريم كيرف. هذا اول خطوة احنا لازم نسويها من الديت اللي يعطينا اياها. مثل ما قلنا في بعض الاحيان ما يعطينا اياها على شكل جدول، يعطينا اياها على شكل معادله. ومتعلمنا سابق المعادله شلون نرسمها. نبدي المعادله تربط بين الواي والاكس. هسه احنا ناخذ سؤال ونشوف شلون المعادله. الواي والاكس نفرض الاكس يبدي من الصفر ونبدي نزداد بقدر قيمه اخر قيمه للاكس اي المطينا اياها، او اكبر قيمه للاكس اي المطينا اياها. هاي اول قيمه، اول شيء نسويها. ثاني شيء لازم احنا عندنا نقطه نحددها اللي هي نقطه بي. نقطه بي مين متتكونه؟ اي نقطه احنا داخل الرسم متكونه من احداثيين اللي هي الواي والاكس. الواي والاكس، الواي والاكس هنا اشتد للنقطه بي. نقطه بي متكونه احداثيه الاكس هي من يا اكس اللي هي الاكس اي بي، والواي هي من يا واي اي بي. الاكس اي بي معطينا اياها قيمتها 0.1 اللي هو هنا، والواي 0.38 0.38 تقريبا هنا، لان هاي هي هذا هو من هو هذا البي، هذا البي. هاي البي مثل ما قلنا احداثياتها حسب الرسم هي شنية اكس اي واي اي، اكس اي واي اي. نجي شلون راح نبدي نرسم. شنو فائدة السلوب اللي طلعناه؟ السلوب اللي طلعناه فائدته اللي هو ايش قد قيمة السلوب اللي طلعناه هذيك الساعة؟ طلعناه قيمته معطيني اياها بالهذا السلايد قبلها، اللي هو سالب قيمة معينة. هذا التان السلوب راح ناخذ تان انفيرس. من ناخذ التان انفيرس راح تطلع الزاوية بالماينس 53.3. ازيد بال 180 راح تطلع الزاوية 126.6. شو اسوي؟ اجيب المنقلة، هاي المنقلة وهاي هي نقطة بي احنا قلنا 126 تقريبا، اللي هي بالعكس تبدون تفترون راح تظهر هنا. فمن هاي النقطة اللي هي البي، خلينا المنقلة بالعكس والزاوية 126 بديناها من هاي 126، من هاي النقطة إلى قيمة الزاوية ناخذها بمستقيم راح يقطع لنا نوقف هنا للإكوليبريوم، نوقف للإكوليبريوم. ها طبعا نجر من نقطة بي إلى الإكوليبريوم كيرف عن طريق مسطرة منا هاي الزاوية اللي حصلناها، ونظل نستمر إلى قطعنا.
ناخذ خط مستقيم ينزل للعمودي للأسفل وأفقي إلى الواي أكسس. هذا اللي هنا موجود هو من هو اكس اي اي، وهذا الموجود هنا واي اي اي. هذا هو الانترفيشال كومبوزيشن اللي احنا نريده. هاي هي طريقة ايجاد الانترفيشال كومبوزيشن. اوكي طلاب، هذا اهم شيء، اهم نقطة. عندنا شغلة اريد اشرحها لكم. هاي هذا قلنا الـ P عن طريق هذا، قلنا هذا هو الـ Composition. لحد الآن هو صح ظهر لنا قيمة الـ XAI والـ YAI، بس الحل ما انتهى. بالحقيقة هو الحل ما انتهى، بس هاي ملاحظة اريد اشرحها طلاب، ملاحظة اريد اشرحها. هي اكو في شيء اسمه XA ستار واي اي ستار. شخص هنا الاكس اي ستار واي اي ستار هي الكومبوزيشن للماده اي المنتشره ات اكوليبريم في حاله التوازن. احتاجها في بعض القوانين اللي اني اخذتها بالمحاضره السابقه. شلون اوجدها الاكس اي ستار والواي اي ستار؟ اوجدها عن طريق اما المعادله، راح اخذها بغير سؤال، او عن طريق الرسم. شلون عن طريق الرسم؟ بما انه دا يقول ات اكوليبريم، ات التوازن، حسب الرسم من هو الاكوليبريم التوازن اللي هو هذا الكيرف. يعني شلون اوجد قيمة الاكس اي والواي اي عن طريق هذا الكيرف؟ ايضا من نقطة بي اروح افقي، اروح افقي على الكيرف، انزل لي جوه، اروح افقي على الكيرف، اوصل يم الكيرف اقطع، انزل لي جوا، راح اوجد اني يعني لما قطعت قطعت الاكس اي، راح اوجد الاكس اي ستار. ليش قلنا هنا الاكس اي ستار؟ لانه هو جاي من تقاطع ويا من ويا الاكوليبريم كيرف. جيت منه افقي ونزلت جوا وجدت اكس اي ستار، ايضا بديت من نقطه بي. اما الواي اي ستار انزل جوا، انزل جوا، اوصل للإكليبريم كيرف، اروح افقي على الواي اكسس اللي هو قيمة الواي اي، راح اطلع الواي اي ستار. هاي ات إكليبريم، نقدر انه نستطيع نوجد الاكس اي ستار والواي اي ستار اللي هي معناتها تراكيز المادة اي عند التوازن. اما الاكس اي اي والواي اي اي تراكيز المادة اي المنتشرة وين؟ على سطح ال الانترفيس. ورغم وجدت من الرسم هنا طلع لي الـ XA.246 والـ YA.18، بس هاي القيم هي مو القيم النهائية، لأنه احنا جاية من فرضية اللوجل مين. تتذكروها مع اللوجل مين، الـ XAI لوجل مين والـ YA لوجل مين، فرضناها قيمتها واحد، وهي بالحقيقة مو قيمتها واحد، وبالتالي وجدنا قيمة الـ XAI والـ YAI. هسه لازم شو نسوي؟ من وجدنا اذن الاثنين ارجع على قانون الاكس اي اي لوج المين والواي اي اي لوج المين، اطبق بيهن اذن الاثنين اللي قيم الاكس اي اي والواي اي اللي وجدتها هسه من الرسم، اللي هي هاي والواي اي اي اذني. فلهذا سابقا قلت لكم ما نقدر نوجد اللوج المين لان تحتوي بداخلها على الاكس اي اي والواي اي اي. فهسه نجي نطبقها، وجدنا قيمتها هذيك الساعة، فرضنا قيمتها واحد بواحد، لا هسه طلعت 0.8.7. من وجدنا XAI log YAI ارجع اعيد حساب السلوب، هذيك الساعة فرضنا هذا واحد بواحد وحسبنا السلوب، لا هسه وجدنا قيمة ال XAI وال YAI، اطبقها بقانون السلوب وجدت قيمة السلوب سالب 1.16. سالب 1.16 هذيك الساعة اختلف عن السلوب الأول بهالقيمة. أوكي طلاب، أريد أقول ملاحظة بس شوي انتبهوا عليها. من وجدنا هسه السلوب الثاني أرجع أخذ له تان انفيرس، ونفس الحالة طلعت الزاوية وأرجع مرة ثانية على الرسم نفس الطريقة، راح أوجد
قيمة الـ XAI والـ YAI. فهذا مع الأسلوب الثاني طلعنا، حنرجع نطلع تان انفيرس مالته، وجدنا الزاوية، نعيد الرسم اللي سويناه، راح نوجد الـ XAI والـ YAI. بالحقيقة المفروض نكمل، بس احنا راح نتوقف اللي هنا، هي محاولة انتو تسووها وحدة لحساب الـ XAI log والـ YAI log المين من غير الفرضية الواحد، واللي نتوقف اللي هنا. إذا نقطة رقم 11 ما تكملون بالحقيقة اللي هنا، وخلص كمحاولاتكم بالامتحان. مرتين توجدون الزاوية وتسقطون لإيجاد الـ XAI والـ YAI، هاي هي القيمة النهائية. بس هي بالحقيقة لازم المفروض نعيد الحل مالتنا، نوجد مرة ثانية الـ XAI log المين والـ YAI log المين، ونوجد الأسلوب مرة ثانية. هذا الأسلوب اللي وجدناه طلع الثالث، لاحظنا ايضا الاسلوب الثاني يختلف عن الاسلوب الثالث، نظل نستمر الى ان المفروض القيم الاسلوب نحصلها متساوية، الى ان لازم تكون متساوية يكون حلنا صحيح. بس احنا ما نقدر نحل، يعني هذا يكون الحل طويل بالنسبة لنا، فقط تتوقفون الى رقم 11 اللي هي وجدنا الـ XAI والـ YAI للمرة الثانية وانتهي الموضوع عندكم. هذا هي طريقة إيجاد الانترفيل كومبوزيشن للغاز المنتشر. إذا آخر شيء صح، هو هنا أخذ إلى تساوي الاسلوب، بس إحنا هاي مو إحنا راح تطلع لنا هاي القيم، بس راح نشرح على كبروسيس كطريقة حل. وجدنا الـ XAI YAI اللوج المين أذني مالتين، أخاف يطلب من عندنا أي شيء بأنه حسب الخطوة اللي إحنا نتوقف عندها ناخذ مالتها المعطيات. المطلوب الثاني من السؤال هي إيجاد الفلكس الـ NA. هنا ما حدد الفلكس مالتنا في حالة الليكويد أو في حالة الغاز، فبالتالي هو راح ياخذ مال الغاز الفلكس الـ NA. لازم يقول لكم الفلكس at gas phase، لأن الفلكس مال gas phase هو يختلف الفلكس at liquid phase. الفلكس at gas phase هو عبارة عن NA شو يساوي لنا؟ KY مضروب في الـ driving force YA ناقص الـ YAI. هذا وين؟ هذا بالغاز فيس. أما بالليكويد فيس الـ NA شا حيصير؟ حيصير KX، حيصير XA شنو؟ I ناقص XA. لاحظوا هذا الـ driving force بالغاز هو YA ناقص YAI، بس بالليكويد YXAI ناقصا XA، عكسه مقلوب. الـ NA بالغاز فيس اللي هو دي يريده KY مضروب في درايفنج فورس. الـ KY أنا ما مطيني بالسؤال، مطيني KX KY داش. وأنا ليش قلت KY هنا؟ لأن يعني الحالة ماتي اللي هي الحالة الثانية، إذا بدون داش أشتغل، بس أنا هو ما مطيني إياه بالسؤال، فلازم أحوله الكي واي الى كي واي داش على واي اي اي لوج المين حسب العلاقات اللي تربط بين الحاله الاولى والحاله الثانيه بين الداش وبدون داش. هذا حولته كي واي داش اني عندي مطنيا بالسؤال، الواي اي اي لوج المين اني وجدته ذيك الساعه حسب الحل مال المطلوب الاول. كمل بانه الدرايفنج فورس الواي اي هو اصلا مطنيا قيمته 0.38. الواي اي اي اني هذا شنو الواي اي اي وجدته لو ما وجدته؟ وجدته اللي هو نفسه هذا، بس هنا هسه راح تقريبا وجده 0.199 راح يقربه سوا 0.2 تقريبا. فكل شيء توفر عندي راح اوجد قيمه ال ان اي. بس مثل ما قلت لكم هاي ال ان اي هي فقط gas phase، من يطلب at liquid phase فهذا هو قانونه. هو نفسه لازم الـ KX ما مطيني إياه، مطيني KX داش، لازم أحوله إلى KX داش على XAI log المين. الـ XAI أنا وجدته هسه اللي هو 0.257 ناقصا الـ XA. الـ XA هو مطيني إياه بالسؤال اللي هو قيمته 0.1 مع وضع الوحدات. أرجو يكون هذا السؤال هو سؤال من الأسئلة المهمة جدا وتحتوي على الكثير من الملاحظات.
الاكزامبل الثاني الموجود عندنا هنا هو تكمله للاكزامبل الاول، اللي هو دي يقول لك اخذوا كل المعلومات اللي موجوده بالسؤال الاول وبالاضافه الى اللي المعلومه الداتا اللي حصلتها من حل هذا السؤال لايجاد منو لايجاد الاوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت. من يقول overall انتبهوا طلاب يقصد بي KO بس حسب عندنا overall mass transfer coefficient at gas phase لو overall coefficient at liquid phase. أنا أريد من يقول overall هي KO يحدد لي لازم الفيس مالتي، هنا ما محددة بس طالبها كرمز Y، إذا معناتها هذا at gas phase. من يقول لي KOX معناتها at liquid phase، هذا أول شيء. ثاني شيء يطلب الفلكس ان اي، الفلكس ان اي معناتها مرتبط بالاوفر اول، لازم اطلع الاوفر اول اطلع الان اي كاوفر اول. بعد ايش طالب من عندنا بالسؤال هاي جديده الشغله؟ اند ذا بيرسنت ريزيستنس المقاومه، نسبه المقاومه وين؟ بالغاز والليكويد فيلم اوف ذا توتال ريزيستنس. شو نقصد بها؟ احنا طلاب اي غاز او سائل دي ينتشر هو راح يعاني مقاومه من الوسط اللي دي يمشي به، وبالتالي احنا من شغلنا دي نشتغل فرضنا بانه الغاز اللي ينتشر بالسائل يكون الغاز على تماس مباشر مع السائل، حيكون بهذا الغاز، ومن فرضنا بانه اكو السطح اللي راح يتكون بين الغاز والسائل، هذا السطح اللي هو الانترفيس حيكون له مقاومه، حيكون له جهه منطقه هذا الانترفيس من جهة الغاز وجهة من جهة الليكويد. هاي المنطقة اللي هي الانترفيس اللي قلنا عليها راح تكون منطقتين، منطقة من هالجهة ومنطقة من هالجهة اللي هي تحوط بالانترفيس، اللي هي تحيط العفو بالانترفيس. المنطقة الملامسة للانترفيس من جهة الغاز تدعى بالغاز فيلم، أما المنطقة الملامسة بالليكويد هي تدعى بالليكويد فيلم. أكو بهالمنطقتين أكو مقاومة راح تبديها بالنسبة للغاز اللي راح ينتشر. هنا دا يريد من عندنا مقدار او النسبه المئويه للمقاومه اللي راح يبديها هذا المنطقتين بالنسبه للغاز المنتشر. اول شيء هسه نرجع نكمل الحل مالتنا بانه او دي حتى هنا دا يقول base your calculation on the case that A is the only solute transfer. هنا هم دا ياكد لنا بانه الماده A هي فقط اللي دا تنتشر، لا بدا تنتشر اللي هي كوليات كان كغاز ولا الليكويد اللي هو دا ينتشر، اذا معناتها الحاله الثانيه. من يريد الاوفر اول يريد يطلب من عندنا هنا الاوفر اول طلاب الاوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت. من طلب من عندنا هذا الاوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت هو عندنا قانون لايجاد الاوفر اول احنا ربطه ويا الانديفيدوال ماس ترانسفير كوفيشنت. اقصد بيها المطينيها بالسؤال حسب القوانين بالمحاضره السابقه الاوفر اول القانون يربطه ويا الانديفيدوال هذا اللي هو هذا القانون. هذا القانون اللي هو 1 كي او واي داش يساوي 1 على كي واي داش زائد ام على كي اكس داش. هذا القانون يربط الاوفر اول مع الانديفيدوال، هذا نسميه اوفر اول وذين نسميه الانديفيدوال. هذا القانون هي من الحالة الأولى وليس للحالة الثانية. احنا راح ناخذ هذا القانون كأساس إنه بالشغل وراح نحولها من داش إلى بدون داش. الـ KOY داش من أريد أحوله أستخدم هذا القانون، والـ KY داش من أحوله أستخدم هذا القانون، وبالنسبة أيضا للـ KX داش أحوله هذا القانون. أنا عندي الـ KX داش موجود والـ KY داش موجود والـ KOY داش أنا هسه راح أقدر أوجده، بس أنا لازم بالحل مالتي شو أحتاج؟ أحتاج الـ YA log mean at inter at equilibrium. انتبهوا at equilibrium لأن أكو هنا ستار، وأحتاج الـ YAI log mean وأحتاج الـ XAI log mean. أذن الاثنين أنا وجدتهن بالسؤال السابق. الـ YA log mean اني اللي ساعات اكوليبريم اللي هي ستار اني ما واجده. المعطيات مال السؤال
أخذها من السؤال السابق بالإضافة إلى النتائج اللي حصلتها. بالسؤال السابق حصلت الـ XAI log المين والـ YI log المين اللي أحتاجه مثل ما قلت لكم هنا، أحتاج هنا. بعد شو أحتاج؟ أحتاج هذا، أحتاج هذا. شلون أحتاجه؟ من أريد أحتاجه، هذا هو القانون مال الـ YA log المين at equilibrium. شو أحتاج من عنده بالسؤال؟ أحتاج الـ YA اللي هو مطنيها بالسؤال الـ YA 0.38، وأحتاج من هو؟ أحتاج الـ YA star. هذا من أجيبه؟ هذا أجيبه من الرسم مثل ما شرحت لكم، الـ YA star أو الـ XA star من أجيبهن؟ من الرسم، من نقطة B. أرجع للرسم اللي أنا شرحته بس هرجع، من نقطة B الـ YA star من أجي أنزله مباشرة عمود على من هو؟ على الـ equilibrium curve. أنزله مباشرة على الـ equilibrium curve وبعدين أوصل للـ equilibrium curve، أخذه أفقي، يروح يقطع لي الـ Y axis. من قطع لي الـ Y axis هذا الـ Y star، طلع لي قيمته 0.052. ونفس الشيء بالنسبة للـ XA star. الـ XA star لا، من نقطة B رأسا أروح أفقي، بس أفقي وين؟ باتجاه الـ equilibrium equation أو equilibrium curve اللي موجود بالرسم. رأسا أفقي على جهة اليمين، أروح باتجاه اليمين، أوصل للـ equilibrium curve، أنزل عمودي مباشرة على الـ X axis، راح يقطع لي الـ X axis، ظهر لي قيمة الـ XA star 0.35. احنا بهذا السؤال نحتاج YA log المين، وجدته عن طريق منه الرسم. ارجع KY داش مطيني بالسؤال YA log المين، وجدته بالسؤال الاول حله وجدت KY، والKX نفس الحالة. بقال الM اللي هو المين اللي هو هذا الM اللي هو YAI، أنا مطيني إياه بالسؤال، ناقص YA star وجدته سابقا على XAI وجدته بالسؤال الأول، ناقص XA أيضا مطيني إياه بالسؤال، هذا وجدت الـ M. أطبق هاي القيم بهذا القانون، كلما راح أطبقها بهذا القانون زين راح أوجد قيمة الـ KOY، وجدت قيمة الـ KOY، وجدت هاي القيمة Y داش. أرجع مرة ثانية، من أريد أوجد الـ overall، هو ما طالب من عندي KOY داش، هو طالب من عندي شنو؟ KOY بدون داش، لأن أني أصلا حتى لو ما قايل لي KOY، أني أصلا سؤالي هو انتقال غاز واحد باتجاه الليكويد، وليس انتقال ايضا ويا الليكويد باتجاه الغاز. اذا لازم كي او واي، وجدت الكي او واي داش، اجي اعوضه هنا وبالمقام اعوض الواي اي لوج المين ستار، راح اوجد قيمة الكي او واي. هذا هو ايجاد قيمة الكي او واي. وراها طالب من عندي ايجاد الفلكس ال ان اي، بما طول هو دا نشتغل كاوفر اول، لازم اوجد ال ان اي كأوفرال. الـ NA كأوفرال يساوي إن KOY كأوفرال مضروف لدرايفنج فورس. هنا انتبهوا طلاب، الدرايفنج فورس كأوفرال at gas phase هي شو راح يكون؟ YA ناقصا YA star. انتبهوا على هاي. هذيك الساعة كان شنو عندنا الـ NA؟ إذا تتذكروا بالسؤال الأول، الـ NA شو يساوي إن KY YA ناقصين YAI. هذا يسموه individual، يعني KY. من يريد overall انتبهوا هنا، من يريد overall انتبهوا، من يريد overall ال NA ال KY راح تتحول الى KOY. الواي اي هي نفسها الواي اي ماينس بالانديفيدوال واي اي اي، هنا هيصير واي اي ستار. اذا
individual ما بيها star. The overall دائما يحتوي على شنو star. كلها موجودة ومطلعها سابقا وجدت قيمة ال NA. هذا المطلوب الثاني. المطلوب الثالث بالسؤال هو يريد النسب المئوية. النسب المئوية عادة مال المقاومة. أول شيء لازم نعرف شنو المقاومة. المقاومة في حالة إذا كان عندنا المالتي النظام المقاومة مية تجي من الغاز فيس ومن الليكويد فيس. الغاز فيس المقاومة واحد على كي واي، هاي حسب ما شغلي. الحالة الثانية الكي واي اني ما عندي، لازم احول الكي واي الى كي واي داش على واي اي لوج المين وينقلب. اذا هاي المقاومة بالغاز فيس هي واحد على كي واي، هاي بالغاز فيس كل شيء موجود عندي اعوض بها يطلع المقاومة بالغاز فيس، هاي المقاومة بالغاز فيس. اما المقاومة بالليكويد فيس هي ام الميل على الكي اكس. المقاومة بالليكويد فيس ام على كي اكس. نرجع المقاومة بالغاز فيس واحد على كي واي. المقاومة بالليكويد فيس ام على كي اكس. الام هو الميل اللي وجدته سابقا. الكي اكس ما عندي فلازم الكي اكس احوله الى كي اكس داش على اكس اي اي لوج المين وينقلب بحسب هالصيغة. كل شيء متوفر عندي فوجدت المقاومة بالمنوى بالليكويد فيس. المقاومة الكلية هو هاي واحد على كي اوفر اول للواي. ايضا الكي اوفر اول ما عندي لازم احولها كي اوفر اول واي داش على واي اي لوج المين ستار. متوفر كل شيء فظهر لنا. هذا هي عندي هاي المقاومة وين كغاز فيس، هاي المقاومة وين ليكويد فيس، وهاي المقاومة الكلية. زين من اريد اوجد النسبة المئوية اقسم جزء على كل. المقاومة بالغاز فيس على الكلي او المقاومة بالليكويد فيس على الكلي. فاحنا ذا بيرسون المقاومة بالغاز ريزيستنس المقاومة بالغاز فيس على الاوفر اول في 100%. فالمقاومة بالغاز فيس 53.7%. اما المقاومة بالليكويد همين الليكويد ريزيستنس على الاوفر اول طلعت 43.7. اذا المقاومة بالغاز فيس تكون اكبر من هي المقاومة بالليكويد فيس. اوكي طلاب، فاذا قالوا لكم منو اكبر المقاومة راح يلقيها يلقيها او يواجهها عملية انتشار المادة A، هي المقاومة في الغاز فيس تكون اكبر من الليكويد فيس. هنا كاتب لكم ملاحظه طلاب بانه يقول لكم اذا جمعتوا هذا زائدا هذا ما راح يطلع لكم 100% بسبب بانه احنا استخدمنا لايجاد هاي القيم كلها كاساس هو الرسم. الرسم عاده ما يعطينا نتائج مضبوطه 100%، اي رسم باي ماده باي موضوع باي يعني بحياتكم العمليه، لانه الرسم البياني ما يعطي عند التسقيط ما يعطي نسبه 100%، فيشوفون فهناك اكو خطا قليل بالحل. هو ما يعطينا فد انديكيشن بانه احنا شغلنا غلط، لا هو مش شغلنا مو غلط، بس نسبه الدقه بالقيم تعطي 100%، وبالتالي نلاحظ اذا جمعناها هنا ما راح تعطينا نسبة المفروض تعطينا 100% بين هذا وبين هاي القيمة، ما راح تعطينا 100%. هاي الملاحظات اللي قلناها ضمن هالسؤالين من أكثر الملاحظات اللي راح تجينا، الأكثر اللي راح نشوفها، بس أخذنا فكرة كلش كبيرة على القوانين اللي راح تطبق. المهم طلاب لازم نحدد بالبداية شنو نوع السيستم، شنو النظام، شنو الحالة عملية الانتشار، ونخلي قوانينها قدامنا ونوجد المطلوب من عندنا. لازم أهم نقطة نحدد هو ده يطلب من عندنا individual أو overall، هو يقول لكم إياها. يعني يقول لكم إذا ما ذكر كلمة overall معناته يقصد الindividual. من يذكر overall معناتها دا
يحتاجون إيجاد قيم الستار على الـ X أو الـ Y أو الـ K الثوابت. هاي الجزء الأول من المحاضرة مالتنا حل هذين الاثنين. إن شاء الله هاي المحاضرة الثانية أيضا راح نشرح على جزء ثاني من two examples. أيضا هنالك بعض الملاحظات اللي راح نستفاد من عدها. وشكرا جزيلا.